عايز اقول كابتن حاجه جمال لحضرتك، اتفضل. عايز اقول حاجه. كان زمان مثلا ما يتعرض 70,000 تذكره، نادي الزمالك بياخد مثلا 20 25، الاهلي 25، والباقي بيرجع ويبقى في جماهير هنا وهنا. انت ما بتعرفش مين اللي هيجي اصلا، انت بتعرض 70,000 تذكره او 100,000 تذكره، ما بتعرفش مين هيجي هنا اكتر، ولا كله بيتباع في الاكشاك وكده، صح؟ صح. النهارده اما تبعت جواب وتقول ازاي نادي الزمالك ياخد 1500 والنادي الاهلي ياخد 4000 او 4500، فانا سهل جدا، جمهور الزمالك معروف على البطاقات في تذكرتي، جمهور الاهلي معروف في تذكرتي، انت بعت، انا اخش بقى اروح لتذكرتي كمسؤول بقى، اللي انا بعت جواب لواحد مسؤول بقول له لو سمحت ازاي جمهور الزمالك يخش ياخد اقل من جمهور الاهلي، فانا اروح اشوف جمهور الزمالك خد كام، جمهور الاهلي خد كام، ساعتها نقول ايه، لا يبقى لازم بالتساوي بس. فهنشوف بكره في الملعب، واتمنى ان يبقى عندنا رد، يعني نفسي ممكن يعني احنا نبقى يقول لك لا صح، ده اتباع اربعه اتباع اربعه اتباع خمسه اتباع خمسه، يعني يبقى في رد حتى. ايوه او ما تقدمش غير 1500 بتوع نادي الزمالك بالظبط، يعني يبقى في رد نقتنع احنا نفسنا بيه. كاعلام نقول الحقيقه بغض النظر، احنا عايزين نوصل للحقيقه. طيب المستشار مرتضى ارسل جواب وخطاب للدكتور اشرف، الدكتور اشرف بدوره قام بارسال للثلاث جهات، وحتى هذه اللحظه ما اكد تاني للواء علاء مالد، حتى هذه اللحظه لم يصل رد ولا رد للواء علاء مالد ولا الاستاذ شريف حسين. قبل ما نختم حلقتنا، تشكيل امثل النادي الاهلي من وجهه نظرك كابتن مصطفى؟ انا ما بحبش التشكيل الامثل، الاجهز هو اللي يلعب، بغض النظر مين اسماء، انا ال 30 هم ال 30، اي 11 يمثلوا نادي الاهلي او نادي الزمالك الاجهز، لكن احنا عندنا مشكله في خط الظهر، زي نادي الزمالك عنده مشكله في خط الظهر. لا احنا عندنا مشكله في خط الظهر في مصر كلها، مش احنا، ما انا بقول لك احنا كلنا عندنا مشكله. الراجل بيحط جول بدماغه في وسط الحراسه. هو جول واحد؟ لا مش عايز في وسط، انا بتكلم ابو جول، انا بقول لك نفس الجمله، ده انت لما تغلط نفس الجمله في نفس اللعبه ما تغلطهاش لحد ما تبطل. لا ما انت عشان بتنقل، لسه بتنقل، لسه بتنقل، حاضر. لكن احنا عايزين في نهايه الكلام الاحسن هو اللي يكسب، والافضل ممكن يكسب، اللي يكسب نقول له مبروك واللي يخسر النهارده لك، ممكن تعوض، الدوري لسه طويل، لسه هتخسر ولسه هتكسب، لازم في الاخر نطلع حبايب، اجهزه فنيه ولاعيبه وجمهور اللي هيحضر، كل واحد يشجع ناديه بما يراه، لكن ليس عايزين بقى تحفيل على السوشيال ميديا. لا بس السوشيال ميديا دي مصيبه. لا ما خلينا بس كابتن جمال اتفضل، خلينا، هو طبعا احنا مش هنقدر نقول لفريرا التشكيل ايه، ولكن ان شاء الله باذن الله عشان برضو ما ننساش لعيبه ولعيبه تزعل وكده، فان شاء الله اي تشكيله هيحطه مستر فيريرا ان شاء الله يبقى كويس ويلعب كويس. مين باك رايت كابتن جمال؟ انا تمنياتي هو في ممكن يلعب عبد الله جمعه، ممكن محمد جمعه، محمد طارق او عبد الله جمعه، يعني عبد الله جمعه محمد طارق او عبد الله جمعه، ومحمد طارق لعبها وكان في كاس الاتحاد ما شاء الله كان ماشي كويس. انما انا بس يعني زي انا بتمنى الزمالك يكسب، كابتن مصطفى بتمنى الاهلي يكسب، وده تمنيات لان هو اصلا اهلاوي وانا زملكاوي، فانا بتمنى الزمالك يكسب طبعا بكل ما املك، اتمنى الزمالك يكسب علشان نقرب من الدوري قوي قوي قوي. وبعد الماتش انه اقول للكابتن مصطفى هارد لك، هو ممكن يقول لي هارد لك، المهم انا بتمنى كزملكاوي وهو بيتمنى كاهلاوي، نفس الجمهور برضو الزملكاويه يتمنوا جدا جدا، وانا معاكم بتمنى الزمالك يكسب ان شاء الله باذن الله باذن الله. الوسائل الامنيه العشر للجماهير غدا، سريعا هقولها لحضراتكم قبل ما نختم حلقتنا: منع ادخال الشماريخ، عدم حمل لافتات مذيعه اثناء المباراه، منع التجمع امام البوابات الرئيسيه لانصياع لتعليمات رجال الامن، التزام بقواعد التفتيش المعمول بها بعد الساعه 6، ما فيش دخول للاستاد، خلي بالكم يا جماعه بعد 6 ما فيش دخول للاستاد، يحظر التعرض. انا عجباني 7 بقى دي، عجباني 7 دي قوي، يحظر التعرض للاعيب الفريقين باي وسيله، الالتزام بالاماكن المخصصه للجماهير والدخول البوابات المحدده بالتذاكر، اخلاء الاستعداد عقب الانتهاء من المباراه مباشره، الخروج بمظهر حضاري يليق بسمعه الرياضه المصريه. وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، كل يوم جمعه انتظرونا في زملكاوي، كابتن مصطفى يونس، كابتن جمال عبد الحميد، فقره الروح الرياضيه هي الاكبر اللي لابد ان تسود في ملاعبنا المصرية. نتمنى إن شاء الله التوفيق غدا في خروج المباراة بشكل رائع جدا، مع كل أمنياتنا بتوفيق الزمالك.